وبركاته. قناة يوميات عائشة للفصالة. أنا اليوم جيت عند الأخوات عند لالة مولاتي السوسية، قناة لالة مولاتي السوسية، وجيت للبيت ديال الأخت نصائح الأخوة وزيارة الأحبة في مدينة أكادير بالضبط في عيد ملول. والاخت السوسيه كاينه في تارودان هي، وانا بحكم انني انا كاينه في الدار البيضاء، ولكن كاين الوالدين ديالي انا هنايا في اكادير. ومنين جيت والاخوات خصك تجي عندنا هذا، وبغيت باش نشوفهم لانني فعلا ناس طيبين. انا تعرفت معاهم غير في اليوتيوب صراحه، تقريبا دابا مده ديال سنه تعرفت معاهم غير في اليوتيوب، والحمد لله. يعني زعما داكشي اللي تنبغي، يعني لقيت يعني صديقات يعني في محترمات في المستوى داكشي اللي تنبغي. ومني جيت اكادير انا جيت عندهم دابا، كنت غنمشي عند لاله مولاتي السوسيه في تارودانت، ولكن بحكم الحجر الصحي وما كتبت وهذا، قالت لي نتلاقاو عند الاخت ديالي نصائح في عيد ملول. وانا اليوم جيت عندهم ومساكن رحبوا بيا، كنشكركم بزاف، ربي يخليكم بزاف ان شاء الله. منين تجيو للدار البيضاء عاوتاني نديروا شي فيديو عاوتاني ان شاء الله. والقنوات ديال لاله مولاتي السوسيه يعني قناه زوينه تستافدوا منها، والقناه ديال لاله نصائح الاخوه وزياره الاحبه حتى هي واحد القناه لي واحد المحتوى زوين بزاف تستافدوا منه في الدين ديالنا، في العلاقات، بزاف ديال الحوايج يعني تدخلوا عندهم ان شاء الله، راه داكشي غادي يعجبكم بحول الله تعالى. لاله مولاتي السوسيه كدير لنا الشهيوات، كدير لنا القران، كدير لنا مواعظ نصائح الاخوه هي وكذلك كتستافدوا منها. الله يجازيك بخير ليلى، شحال من حاجه يعني استفدتها يعني في هذا الشيء ديال الزياره ديال المرضى، صله الرحيم، بزاف ديال الناس اللي محتاجين داك الشيء بصح. الله يعطيك الخير، يعني واحد الحاجه اللي شحال من واحد كيكون غافل عليها، كيكون عنده الفلوس عنده بزاف الحوايج ولكن ما كيلقاش فين يدير مثلا داك الخير. هذا انتم سبب، ولكن الله اللي كيجازيكم، لان هذا الشيء ماشي سهل الانسان باش يديرو باش يطيب ويطوع في هذا الشيء هذا. وكنشكرهم بزاف، واليوم جيت ورحبوا بيا، وحنا يلاه دابا كنشربوا اتاي غادي نضل معاهم اليوم، ندوز معاهم هذا النهار هذا ان شاء الله. جيت انا والاخت ديالي لانني ما كنعرفش اي تمنوا بزاف، هي بحكم انها كانت كتخدم هنا وهذا عارفه. اذا هذا الشيء هو اللي كاين، وكنشكرهم بزاف، ونخلي الاخت السوسيه والاخت نصائح يعطيونا الكلمه ان شاء الله. ايوا شوف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المتتبعين ديالنا، متتبعين ديال القناه ديالي لاله مولاتي السوسيه، مرحبا بكم لا في داخل المغرب ولا في خارج المغرب. اليوم ان شاء الله واحد النهار كبير 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 بزاف. اش غنقول لكم؟ واخا نقول لكم التنعيه، يعني الفرحه فرحت بعائشه، بارك الله فيك ربي يخليك. الله يعطيك النهار كنعرفوها مسكينه في اليوتيوب، كنعرفوها يعني معرفه حنا ديال اليوتيوب، ديال اليوتيوب مسكينه ما عمرني شفتها، اول مره كنتلاقاو معها وجها لوجه. سبحان الله، رغم هاد الظروف ورغم هاد سميتو حمدنا الله وشكرنا ربي كتب لينا نتلاقاو. الحمد لله كانت غتجي عندي لتارودانت وما مكتابش مكتبش مسكينه تجي عندي ايه معاه هي هنا قريبه لاختي هنايا، هي كاينه في اكادير قريبه لاختي هنايا في عيد ملول. قلت لها ان شاء الله نتلاقاو عند اختي في عيد ملول، المهم ما تمشيش بلا ما نشوفوك. جيتي ولا بد تشوفو يعني تعرفو، وحق الله كندويو في الهاتف وهذا، ولكن ماشي بحال اللي كتلاقاي مع الانسان. عائشه واحد الصديقه ديالنا، يعني حنا راه ماشي كيجمعنا غير اليوتيوب، حنا تعرفنا معاها مسكينه ملي يلاه كنديروا اللايفات انا واختي، يلاه كنجمعوا السويعات، يلاه كنديروا السويعات، يلاه كنجمعوا السويعات. سبحان الله العظيم، غنقطع عليك في الهضره ديالك، ماشي مشكل. اللي جمعناه هو الصدق، الصدق يعني مثلا كنا كنديروا المشاهدات لبعضياتنا، كندخلوا اللايفات يعني صادقين، كندخلوا يعني الوقيته اللي كتقول كندخل، كندخل واخا ما نساليش، واخا ما نساليش مثلا، إذا كانت نصائح كندخل. دير الفيديوهات يعني كنكون انا مطمئنه بان مثلا قناه السوسيه راه غتشوف ليا وغدير ليا مشاهده وغادي، يعني كنكونوا مرتاحين بعضياتنا. هذه هي الصدقه اللي كتجمع الانسان مع خوه، ملي كيكون الصدق وما كيكونش حراميه. سبحان الله العظيم، اي هو اللي كيبقى الحمد لله، اللهم لك الحمد. وقلت لكم مني بدينا كنديروا اللايفات ديك الساعات انا واختي، يلاه كنجمعوا السويعات ديالنا، انا كنحل يا اما نحل انا مورا صلاه الفجر وتبعني اختي، يا اما كتحل اختي وتبعها انايا. وسبحان الله دوك الايامات راه ما غاديش يتنساو ليا، ما غاديش يتنساو ليا دوك الايامات. وعائشه كتحضر معانا، عائشه ديك الوقيته
يلا كتوجد مسكينه دير غديوتها وتجمع دارها وهذا باش تمشي للمحل ديالها. عائشه خياطه كتخيط وكتعلم البنات ورغم داك الشيء كتبقى معنا في اللايف، هي في شغالاتها في دارها وكتبقى معنا. غير كتبان لي ديك عائشه لابسه ديك الطبليه ديال الخدمه ديالها بيضه ودايره داك المينترو باش تحيطيها. تنقول لهم عائشه الخياطه مرحبا بها وكتبقى معنا مسكينه ونضحكوا في اللايف ونرجع ونسيو في الطبليه ودير الطبليه خليتي حيد هذا الحجر نرجع ونرجع الطبليه حيد الطبليه صافي. وهي هذه هي هذيك الاخوات ما كيبانش بزاف هي صافي. المهم هي هذه عائشه دائما معنا وحنا معاها، هي معنا وحنا معاها سبحان الله. وتنتبادلوا فسميتو في الواتساب كنسولوا فيها وكتسول فينا وتابعينها وتابعنا مسكينه في الفيديوهات ديالنا. هي هذيك حتى اليوم حتى تلاقينا وجها لوجه والحمد لله. وها هي اختي باش مسخت بكم باقي انا معكم النهار كامل. ها هي اختي حنا هي باش السلام عليكم ورحمه الله الشباب ديالنا في دايرين لاباس عليكم كلشي بخير الصحه لاباس. اليوم جاو عندي هاد الناس اللي كنرحب بهم بارك الله فيك زينة بارك الله يعطيك الخير. هادي اختنا عائشه الخياطه عندها المحل في كازا اللي بغى القناه ديالها غادي نخلي لكم الرابط ان شاء الله بارك الله باش تدخلوا عندها كاملين راه عندها ما يتشاف. هادي راه السوسيا كنعرفوها كلكم كتعرفوها انا اختنا صائحه كنمشيو انا وياها فين ما مشينا تنمشيو هاد السيده الله يعمرها دار علينا صحتنا عرفناها في هادشي ديال اليوتيوب. المهم من نهار تلاقينا ديما ما عمرنا تفرقنا ولكن باش تشوفوها اول مره الحمد لله. فايست مع السلام عليكم ورحمه الله في لون السلام باهره باهره غاصات واش كديري في نتاكلتينو الا انا يدار صغير زكان دات لا كازا. المهم غاصات معرضها سهر نفرح باهره باهره هادي الدوكلا في ربي ربي بلا طمع لا حتى الحاجه الحمد لله والشكر لله. العقوبة ان شاء الله كل ما قلت دوكا لينا غد الحباب الحمد لله. وانا الدريوش كان مرحبا وسهلا مرحبا لدني اسحاوي مرحبا وسهلا. كاينه معنا فاطمه عروستي وكاينه اخت عائشه ما بانوش دابا ان شاء الله الا بغاو يبانو فاطمه يبانو فاطمه شانيل فاطمه شانيل ان شاء الله كاميرا المجري عرفتوها ان شاء الله غادي السوسية خلاص عرفتوها. وهذا هذا نهار كبير نهار كبير هذا والله العظيم الحمد لله والشكر لله نهار عظيم نهار كبير هذا واخا نقول حتى نهار كبير هذا الحمد لله. اللي ما شاف القناه ديال عائشه غادي نحطها لكم ان شاء الله ودخلوا عندها ان شاء الله. واحد الانسان الله يعمرها دار كتعلم البنات اللي بغات تعلم الصنعه بلا ما تمشي بلا ما تمشي تعلم والله الا دابا والله الا ما تدخلوا عندهم شكروا اللي بغات تعلم الفصاله تعلم الصنعه. ها هي عائشه اللي كيدخلوا عندي حتى الناس بحال هكا كيكونوا شويه مثلا كتكون شويه قاريه كندير بواحد الطريقه. انا راه قريت بواحد الطريقه شويه صعيبه وداك الشيء قريت انا في اكادير هنايا نيت قريت في ايليك وقريت في سميتو شويه صعيبه ولكن بحكم كنتعاشى مع العيالات وكنعرف بزاف ديال النساء يعني الله يحسن العوان جالسه في الدار وباغا تعلم تستافد غير في دارها دير الماكينه في دارها وتخدم وهذا شي الا صوبتي غير راسك واخا تقولي انا محتاجه تصوب الناس الا صوبتي لك بيجامه ربح هذاك ولي قالت لك شري الثوب واش كتقرب ليهم في الدار يعني بالامكان ديك الطريقه ديك الطريقه اللي كندير في اليوتيوب يعني راه بامكان المراه يعني تكون واخا ما قاريهش تبارك الله الا كانت ذكيه زعما كانت شويه ذكيه وهذا راه غادي إذا كاينه شي بنت بغات تعلم راه القناة ديال عائشة كتوريكم طريقة ديال الفصالة طريقة ديال هادشي ديال الخياطة للمبتدئات الخياطة للمبتدئات كيستافدو داكشي بحال دابا كاينه أنا قديمة في الحرفة شوف خدايا الله بدات واخا الخياطة حلات المحل أنا قديمة تبارك الله أنا من 96 وأنا في هاد الميدان هادي الحمد لله يعني واخا كتكوني مثلا قريتي بحالك بحالك ولكن التجربة والوقت يعني هذيك كتكون يعني احسن من داكشي اللي قريتي داكشي اللي كاين ايوا الحمد لله داكشي اللي كاين عندك الاجر داكشي اللي كاين مرحبا بكم داكشي اللي كاين مرحبا بكم ايوا هذا ما كان وتنشكركم بزاف وانتم معنا تندوزو معنا النهار ديالنا ان شاء الله كملوا اتاي وعاوتاني مورا الدار ونصليو وان شاء الله انتم معنا ان شاء الله. اذا الاخوات حنايا عند في البيت كيف ما قلت لكم ديال الاخت نصائح الاخوه وزياره الاحبه السميه ديال القناه ديالها. وهي يلا حطت لنا حنا لا سلطه دابا غادي ناكلوها الحال سخون الله يعطيها الخير. انتم كتشوفوا
هانتوما الصالاد تبارك الله وصلى على النبي. الله يعطيك الصحه اختي زينه، الله يعطيك الصحه غير قبل علينا. الله يعطيك الصحه تبارك الله ما شاء الله. ها هي الاخت نصائح، الله يعطيك الخير. شكرا بزاف على الضيافه ديالك، بارك الله فيك. مرحبا بكم، مرحبا باختك تاعي، بارك الله فيك اللي زينه. مرحبا بكم وقبلوا علينا. ربي يخليك. هذا رغدي وتناول الطاجين ديالنا، الطاجين ديال ايت من اللول ياك. بسم الله، طاجين سوسي. طاجين سوسي، سوسي ديال النصائح ماشي ديال السوسيه. الله يعطيكم الصحه. الطاجين ديال الصحه والراحه، النصائح نتوما مالين الخير. ها الخبز ديال الدار، ها الخبز ديال الدار تبارك الله. ايه صحتكم. ايه والله يعطيكم الصحه، نتوما مالين الخير. شي اسئله اخرين ديال الامتحان ماشي بحال. اذا المتتبعات حنايا جينا من عند قناه نصائح الاخوه وزياره الاحباء، تغدينا عندها وخرجنا شويه، هي قريبه للحي هنايا في ايت من اللول طريق المطار، كاين واحد القهوه زوينه كنجي ليها انا ولادي زوينه. ايوا قلت لهم، اقتحت عليهم قلت لهم علاش ما نمشيوش نديرو ناخذ القهوه ديالنا نجلسوا شويه مع بعضياتنا ما نبقوش غير في الدار. ايوا خرجتو معايا هي ولاله مولاتي السوسيه، قناه لاله مولاتي السوسيه. هي خرجنا قلت لهم نديروا شويه نبقاو جالسين في الدار. نشكرك عائشه خرجتنا نبدلوا هانتوما يا غادي شوفوا القهوه راه زوينه، خذوا ريح حدانا القهوه وزوينه وخاويه. الاخت نصائح ها هي معانا، ها هي لالا مولاتي السوسيه، ها هي حتى هي. تنشكر بزاف عائشه وتنشكر المتتبعين ديالها والمتتبعين ديالنا. مرحبا بكم في القهوه في مطار المسيره، مرحبا بكم. ايوا ها انتم كما كتشوفوا معايا القهوه زوينه خاويه، الهدوء كاين الهدوء. ايوا حتى حنا نخرجوا، جبنا معنا لا دراري لا حتى شي حاجه، جينا شفنا التقاعد صافي. جينا بوحدنا ناخذوا القهوه ديالنا ان شاء الله، نجمعوا واحد شويه وان شاء الله ونمشيو. خاويه هاد القهوه جات في حدا داك ستاسيون، كاين ستاسيون افريقيا وفي هاد القهوه زوينه. كاين اللي كيتغدى هنا، كاين الشوا وكاين الطويجنات وكاين اللي بغى يلعبوا الوليدات الصغار عندهم هنايا. كاينين الالعاب ديال الدراري. ايوا الحمد لله، نتوما نشتي تبارك الله عليك. ايوا هي السوسيه خدات، السوسيه خدات الكافي كريم حيت كتجيها شويه نعس مورا الغدا ياك. انا خديت شويه. ها هي هذوك الجوج ما بغاوش يبانوا، بينا اليوم غير يديهم، ها هما كاينين معانا. ها هي هي اختي نصائح، ها هي حتى هي خدات، ها هي هي حتى هي القهوه. ايوا هي القهوه ديالي، حنا تشاركنا معكم اليوم كلشي، كلشي تشاركنا معكم حتى حاجه. انتما هي وديما كنديكم الخضوريه. اخوات حنا دابا صافي جلسنا خدينا القهوه ديالنا، جمعنا شويه ضحكنا شويه ان شاء الله، ودابا هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالي. ونتمنى ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير، واللي مازال ما تابوناش عندي في القناه يتابونا وله جزيل الشكر. ودخلوا عند الاخت لاله مولاتي السوسيه والاخت نصائح الاخوه وزياره الاحبه، تا هما عندهم محتوى زوين وتستافدوا منه ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، واللي بغى يجي لهاد يجي لهاد القهوه هادي راه كاينه حدا مطار المسيره زوينه ونقيه ومتسعه وفيها فين يلعبوا الوليدات، تبدلوا الجو شويه الناس ديال اكادير كيعرفوها غير بالنسبه للبراني وصافي. ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم جزيلا.